خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لواحدة من المبادرات اللي أعتقد أنها في منتهى الأهمية. هذه المبادرة أطلقها الأستاذ أحمد علي فتحي اللي اتولد بضعف البصر، لكن الحقيقة يمكن عاش بالبصيرة وبصيرة وقلب كبير جدا اتسع لكل اللي حواليه، عشان كده قرر أنه يعلم طلبة الجامعات والخريجين وأخصائيين التربية الخاصة إزاي يتعاملوا مع الأطفال فاقدي البصر وتدريبهم على القراءة والكتابة بطريقة برايل. في الحقيقة طريقة برايل مش منتشرة جدا في مصر بما يكفي، وكلنا عارفين ان يعني حتى لو منتشرة ما شفناش ليها مقابل زي ما بنشوفه في دول تانية. بنشوف إرشادات على علبة الدواء، بنشوف إرشادات في المواصلات العامة، في بعض الحتت بالفعل مطبق الكلام ده، ولكن ناس كتير جدا من فاقدي البصر في الحقيقة مظلومين في القصة دي. علشان نقدر نعمل ده كويس وعلشان يبقى عندنا طريقة برايل موجودة بشكل أكبر في مجتمعنا، موجودة على الشوكولاتة، على الدواء، على علبة المش عارف إيه، على علب حتى الأكل اللي بتتباع في السوبر ماركت، خلينا نتعرف على المبادرة دي من الأستاذ أحمد علي فتحي صاحب هذه المبادرة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، منورنا في صباح الخير. اهلا بحضرتك وشكرا جدا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه دوت، وشرف كبير ليا. واهلا بحضرتك طبعا. اقل من حقك يا فندم، بس خلينا في البدايه نعرف منك سبب فكره ان انت تحاول تعمم يمكن طريقه برايل او القراءه بطريقه برايل، فكره ان انت توصلها وتعممها بشكل كبير، حسيت ان انت وانت بتبتدي تعمل ده ان ايه، هتبقى صعبه ولا يمكن اللي حواليك هيتقبلوا او المجتمع كمان هيتقبل فكره ان هو يتعلم حاجه جديده بالنسبه لهم؟ طيب الاول انا احب اعرفك بنفسي. مع حضرتك احمد علي، خريج مدرسه النور للمكفوفين محافظه المنيا. اول حاجه انا اتعلمت طريقه برايل داخل مدرسه النور للمكفوفين. تمام. فانا حبيت ان انا اعلم باقي الطلبه في باقي المحافظات. اولا طريقه برايل هو اللي اكتشفها العالم لويس برايل اللي هو كان عنده 16 سنه وجاله فقدان بصر، فابتدى من بعد ما جاله فقدان البصر هو عاوز يتعلم ويقرا ويكتب زي باقي الاطفال، فمن وقتها اكتشف طريقة برايل. فطبعا احنا عارفين كلنا ان الاطفال اللي بتدخل مدرسة النور للمكفوفين اول حاجة ان هم يتعلموا طريقة برايل، تاني حاجة ان هم يمشوا بالمنهج العادي. تمام. طيب طريقة برايل بتاخد من 3 ل6 شهور في تعليمها بالنسبة للطفل الكفيف. طيب المدرس دلوقتي اللي هو مطلوب منه حاجتين، يا اما يعلم طريقه برايل يا اما يمشي في المنهج مع الاطفال. فانا حبيت ان انا اعمل مبادره ان انا اعلم اخصائيين وطلاب الجامعات والخريجين طريقه برايل علشان يقدروا يساعدوا الاطفال دولت ان هم يتعلموها. فانا ابتديت ان انا اعمل مبادره، فطبعا انا بشتغل حسب الامكانيات اللي هي متاحه الي. فطبعا انا الحمد لله في المنيا اللي هي المحافظه بتاعتي، الحمد لله انا خريج السنه دي دبلوم مهني تربيه خاصه، كان معايا حوالي 150 طالب في الدبلومه. الحمد لله بفضل الله قدرت ان انا اعلم الطلبه كلهم اللي معايا في الدبلوم المهني التربيه الخاصه طريقه برايل. كان عددهم قد ايه؟ 150. حوالي 150 طالب ما شاء الله. فالحمد لله السنه دي قدرت ان انا اعلم الطلبه كلهم، والحمد لله كنا بننزل تربيه عملي في المدرسه، فالحمد لله الطلبه كانت بتقعد، طلبه الدبلومه كانت بتقعد مع الطلبه ويبتدي يعلموهم اللي هم اتعلموه مني. تمام. واضح ان المبادره مبادره شخصيه، هل نقدر نقول ان يمكن ان انت عمل لها مثلا شكل تنفيذي او شكل اكبر ان ممكن يتم تعميمها بعد كده في باقي المحافظات؟ طيب، هل عندك حضرتك حاجه؟ اتفضل. انا عشان اقدر اعمم المبادره ديت لازم يكون في مساعده من مثلا من مؤسسات الدوله. تمام. يعني انا من خلال حضراتكم بتمنى من وزاره التعليم العالي ومن وزاره الثقافه ان هي مثلا توفر لي مثلا اقامات في الجامعات الثانيه، عشان انا معلش يعني الامكانيات ما تقدرش ان انا تخليني مثلا انزل القاهره وانزل اسكندريه وانزل جامعه بنها وانزل كل الجامعات ديت علشان اعلم بيها طريقه برايل. فانا ابتديت المبادره عن طريق الاونلاين، يعني دوت كان يعني اكتر حاجه ان انا اقدر اعملها في امكانياتي ان انا اعملها طريقه برايل اونلاين. فدوت طبعا يعني بص بحضرتك مش بتبقى مثلا سهله عن الاوفلاين،
يعني الاونلاين بتكون صعبه شويه بالنسبه مثلا ان انا هعلمها لطالب الجامعه او خريج الجامعه، بتكون صعبه شويه، لكن الاوفلاين بيحس ان الطريقه سهله، بيحس ان هي الطريقه ممتعه. أيوة. بيحس ان هي فعلا انا اتعلمت حاجه جديده. الاهتمام بالتخاطب والتوحد موجود كتير في مصر، لكن الاهتمام بالاعاقه البصريه وطريقه برايل مش موجود كتير، ومش كتير من الاخصائيين بيعرفوا هي طريقه برايل ولا يعرفوا ازاي مثلا اعلم الطفل. يعني انا كان بيكلمني لما نزلت المبادره، كان بيكلمني اخصائيين من اسيوط ومن باقي المحافظات، احنا بيجي لنا طلاب كتير داخل المركز بس احنا مش عارفين نتعلمها، مش عارفين ان احنا نفيد الطلبه دول. فأقل حاجة بالنسبة للطالب الكفيف، أقل حاجة من اللي أنا أقدر أوفره له إن أنا أعلمه، وده حق علينا كلنا إن احنا نعلمهم إزاي يقروا ويكتبوا ويعتمدوا على نفسهم في الحياة عشان يقدروا يتموا مراحل التعليم. لأن للأسف لو الطفل الكفيف دوت ما تعلمش طريقة برايل، للأسف مش هيقدر يكمل مراحل التعليم، وكده احنا يعني طلعنا جيل مثلا اللي هو خلاص دخل المدرسه، فالمدرسه مطلوب منه منهج ومطلوب منه يعلمه فرعين، واحنا زي ما قلت لحضرتك بتاخد من 3 شهور لسنه. وفي مثلا طالب مثلا بيكون في الصف مثلا الاول الاعدادي، فهو طالب عادي يعني كان في مدرسه عاديه، فجاله فقدان بصر فدخل مدرسه النور مثلا على الصف الثاني الاعدادي، فدلوقتي هو مطلوب منه انه يتعلم فرعين والمدرس مطلوب منه منهج، فما يقدرش المدرس ان ياخد مثلا سنه كامله في تعليم البرايل ويسيب المنهج خالص او العكس. فكده احنا بنعمل تشتت للطفل. اما بقى من المبادره اللي احنا طلعناها ان احنا مثلا الاخصائيين هيكونوا متعلمين طريقه برايل بالنسبه للطالب، ممكن الصبح مثلا يروح المدرسه عادي وبعد الظهر ياخد مع الاخصائي طريقه برايل. فانا اتمنى من خلال حضراتكم ومن خلال التلفزيون المصري ان وزاره التعليم العالي تقف معانا ويكون في مساعده منها ان هي تقدر تخلينا نعمم المبادره على مستوى الجامعات المصريه كلها. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذ احمد، والحقيقه يعني مش بس وزاره حتى التعليم العالي، كل حد ممكن يقدر يشارك ان هذه التجربه تعمم، وانه يكون نقدر نعلم أكبر قدر ممكن من فاقدي البصر طبعا القراءة عن طريق برايل، حتى يمكن يبقى عندنا كمان معلمين ومدرسين كتير يقدروا يساعدوا كمان الطلبة دي. من حقهم طبعا هم يتعلموا، من حقهم ان هم يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وان احنا نساهم، كل حد فينا عنده دور ان هو يساهم في ده. فاحنا يمكن دورنا دلوقتي ان احنا نوصل صوتك، وان شاء الله يكون صوتك وصل لكل الجهات المسؤولة او اي حد ممكن يساعد. بشكرك جزيل الشكر مرة اخرى استاذ احمد علي فتحي، صاحب مبادرة تعليم المدرسين طريقة برايل.